هلا، شلونكم؟ أنا آلاء إبراهيم، معروفة باسم لولو الجبوري، عمري 24 سنة، مصممة الأزياء الوحيدة في صلاح الدين ومدربة في هذا المجال. بدايتي كانت وأني طفلة، كنت أصنع ملابس للعابات. بعدها تركت الموضوع، التهيت بدراستي. سنة 2015 رجعت أشتغل في هذا المجال، كنت أصمم ملابس للأطفال في بغداد. بعدها فتحت بيج خاص للأزياء وبلشت أعمل في هذا المجال، طورت مهارتي، بلشت أدرس في دار الأزياء العراقية، وبعدها قمت عرض أزياء في معرض بغداد الدولي. عرض أزياء كان خاص للأطفال، لاقى صدى واسع، ومن بعدها انعرفت في بغداد وأكملت دراستي في الفنون التطبيقية. بعدها اتجهت إلى محافظة صلاح الدين، أكملت دراستي في الفنون التطبيقية واستمرت عملي في هذا المجال وطورت، قمت العديد من عروض الأزياء مع منظمة الهجرة الدولية وفي محافظة تكريت. تكرمت من محافظة صلاح الدين مرتين متتالية خلال سنة واحدة، وقمت العديد من العروض التاريخية وأيضا العروض الخاصة بالوطن العربي في جامعة تكريت.